صباح الخير، مساء الخير، وكل عام انتم بخير. ان شاء الله تكونوا كلكم سعيدين ومبسوطين بهيدا العام الجديد. سوري مبارح ما قلت لكم كل عام انتم بخير، تقولوا عني قليل ذوق، بس نسيت كليا انه صرنا بسنة جديدة. anyways اليوم رجعت لكم بموضوع كتير مهم، لانه اخي سيف الصغير، نحن 6 اخوان، اخي سألني سؤال وحسيت انه سؤاله كتير مهم، وانا كنت عاني من هالمشكلة، وهي انه كيف تضلك محفز نفسك، كيف تضلك موتيفيتد انك تكفي بالرياضة او تكفي اي شيء انت عم تعمله. نبدأ بالموضوع لما اوصل على النادي. اوكي، هلا رجعت لكم من النادي. مو مثل ما قلت لكم الموضوع هو اليوم كيف تضلك محفز نفسك وتضلك مكمل اللي انت عم تحاول تعمله. اول شيء بدي لكم يا دائما حطوا ببالكم تذكروا السبب اللي انتم بداتوا فيه، يعني الشعور اللي كان عندك يا سواء انت بدك تنحف وتظبط جسمك، تطلع على نفسك بالمرايه ما بتحس حالك مرتاح، تحس انه شو هالجسمي، قرفان من نفسك. هاي كلها امور انا حسيت فيها بالبدايه. رح احط لكم صورتي هون عشان تشوفوا كيف كنت وكيف صرت. وفي اشياء حاولت اعملها ساعدتني اني ضلني متابع وما وقف الرياضه. طبعا في كثير مرات بوقف فيها اسبوع كذا، بخربط بالاكل، هذا امر طبيعي، يعني امر طبيعي جدا انك انت تخربط كل فتره والتانيه، بس اهم شيء انك ترجع على نفس البرنامج، انك ترجع على النادي، انك تضلك تحاول. ما دام انت عم بتضلك تحاول انت ما خسرت، انت بتخسر لما توقف عن المحاوله، حتى لو بتحاول سنه، حتى لو بتحاول سنتين ثلاثه اربعه، انت يور لوزر لما انت توقف عن المحاوله. حاوط نفسك بناس، اولا فيني لكم هيدا الشيء، انه حاوط نفسك بناس، باصدقاء بتحفزك على الشيء اللي انت بدك تحققه، سواء الرياضه سواء شو ما كان يكون. يعني على سبيل المثال انت بدك تعمل جسم حلو، ما فيك تقعد مع ناس دائما قاعدين بالقهاوي، شيشه وارجيله وتدخين ومدري شو وشرب وكذا، يعني ما بيزبط الموضوع. بتحس انه اوكي انت عم تروح على النادي، بس بنفس الوقت هم بيقولوا لك يلا تعال على القهوه، يلا تعال امشي نطلع مدري شو، نعمل هيك، فراح يشتتوك. يعني انا ما عم بقول لك تترك اصحابك، انا عندي كان بالبدايه كثير اصحاب كلهم قهاوي، كلهم قهاوي. انا شخصيا ما بحب القهوه، ما بحب الارجيله، ما بحب الدخان، ربطت نفسي بالنادي. والشيء اللي ساعدني كمان ارتبط بالنادي انه شوفوا الشيء اللي بيضايقكم، الشيء اللي بحياتكم بيضايقكم، سواء عم تنضغطوا من المدرسه، سواء في ناس عم بتضايقكم بالمدرسه بالجامعه شو ما كان يكون، في ناس بتضايقكم بالشارع. حاولوا تاخذوا هيدا الغضب اللي جواتكم او الحزن او شو ما كان الشعور اللي جواتكم وتوجهوه بالنادي. انا بالنسبه لي لما كنت صغير، يعني عمري 13 14 سنه، قبل ما بلش كان فيني كثير غضب على حزن على كذا، لانه كان كثير الناس تتمسخر علي اني تخين، لاني كنت كثير تخين. فاخذت هيدا الغضب، اخذت هيدا الحزن اللي جواتي ووجهته بالنادي، طلعت حرتي، طلعت الالم اللي انا عم بحس فيه بالنادي، وهذا الشيء خلاني ارتبط بالنادي بالبدايه. هلا هذا السبب ما بنصحكم تعملوه للمدى الطويل، يعني هلا انا بجواتي الحمد لله ما في ولا نطفه غضب، وانا دائما مبسوط، شو ما بيصير انا راضي، واللي الله كاتبه بده يصير يعني على الحالتين. بس عم بقول لكم بالبدايه، حتى لو كان السبب اللي بلشتوا فيه النادي غلط، يعني على سبيل المثال بدك تظبط جسمك عشان البنات، يعني انا هذا الشيء ما بامن فيه ابدا، لانه اذا بدك تظبط جسمك عشان نفسك، او انت بدك تظبطي جسمك عشان الشباب، اذا بدك تظبطوا اجسامكم ظبطوها عشان نفسكم، لانه بالنهايه هذا جسمك انت، وانت اللي راح تستفاد من انك تكون صحي، من انه يكون شكلك صحي. اما مثلا بالبدايه اوكي، اذا بحفزكم انه تضبطوا اجسامكم مشان to attract other people ما في مشكله، لانه بشوف كثير شباب تجيني بالنادي انه بدي ظبط جسمي كوتش. يعني هو موضوع جدا خبي، بس انه اوقات اوه مان انت جسمك البنات ومدري شو، مان موضوع ال ما بدي افعمق كثير بهذا الموضوع، بس لانه في كثير شباب تحكي معي بهذا الموضوع، موضوع انك تضبط جسمك مشان البنات
ما رح ينفع معك، ممكن تعمل شهر شهرين بعدين رح توقف. طيب اوكي، خلينا نقول انت عم تضبط جسمك مشان البناء، هذا همك الاساسي، وانا عم بحكي عن هذا الموضوع هلا فتت فيه لانه معظم الشباب اللي بدها تنحف بدها تنحف مشان هذا السبب. قلت معظم، ما قلت كل الشباب. طيب نقول زبطت جسمك وصرت معلم روني كولمان. طيب اولا نقول شغله، البنات ما بتحب العضلات. اوكي، البنات الصح، البنت الامراه ما بتحب العضلات، بتحب الجسم السمباتيك، يعني يعني ما انه يكون تخين وما انه يكون نحيف، بس البنات عامه ما بتحب العضلات. بس نقول على سبيل المثال زبطت جسمك ومعلم، صرت انت فول اوبشن وخدت كل البنات اللي بالدنيا. طيب وبعدين بدك تقضي حياتك كلك يعني عم بتنط من بنت لبنت، فانت بالنهايه رح يضيق خلقك، رح تقول انه شو هاد، يعني موضوع البنات موضوع تافه، حتحس. ما عم بقول البنات تافهين، عم بقول اولي هلا الكومنتات بتولع، عم بقول موضوع البنات موضوع تافه. يعني البنت اللي بتطلع عليك عشان جسمك منها بنت يعني بدك تكون معها الصراحه، يعني كانه عم تطلع عليك مشان مصاريك، مشان جسمك، مشان شكلك، لانه مصاريك ممكن تجي وتروح، جسمك ممكن يجي ويروح، ما بتعرف لا سمح الله بيصير معك حادث، بيصير معك شيء. فكل شيء بهالدنيا فيزيكلي تانجبل، يعني فيك تمسكه بيجي وبيروح، سيارات، مصاري، اجسام، اشكال. فانك تزبط جسمك، تزبط جسمك عشان نفسك. اوكي، هيدا اهم شيء فيني لكم اياه. اذا انا بحفزكم تابعوا فيديوهاتي كل يوم، اذا انا ما بحفزكم تابعوا فيديوهات حدا تاني بيحفزكم كل يوم، بس حاولوا تعملوا روتين يومي. شو يعني روتين يومي؟ يعني كل يوم تتفرجوا على الفيديو تبعي، كل يوم تتفرجوا على فيديو واحد تاني بيحفزك. انا رح احط فيديوين تحت بالديسكريبشن بوكس حمستني انا لما كنت صغير قبل ما اروح النادي اتفرج عليهم. اذا ضايق، اذا 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 حاسس حالي محبط بسمع غنيتين بتحفزني، بروح النادي بفجر ام النادي. فاستخدمت عدة اشياء تحفزني اني اروح على النادي. فكمان اذا بتلاقي شخص ممكن يتفشك اكثر هذا شيء ممتاز. فشخص، اغاني، فيديوهات، قناة يوتيوب، سواء انا سواء اشخاص تانية، يعني انا اشخاص بتحفزني عندي برادلي مارتن شخص جدا رائع، جدا جدا حيوي، جدا بيقول الحقيقة، ما بيكذب، ما بيحاول يبيع نفسه. انت بتقبله بتقبله، ما بتقبله هذا امر راجع لك. فحاول تحيط نفسك بناس حقيقية. شو يعني حقيقية؟ يعني ما بتكذب، بده مصلحتك، بدي اياك تتحسن انت لنفسك مو لالهم. يعني انا بدي اياك انت تحسن جسمك عشانك مو عشاني، انا شو بستفاد اذا انت حسنت من صحتك ومن جسمك؟ هذا بالاخر انت رح ترتاح، انت رح تنبسط. ف ان شاء الله يكون هاي المواضيع، هذا الموضوع فاتكم، لانه انا واجهت جدا صعوبه بالبدايه. بلشت الرياضة لأسباب مختلفة، أسبابي ممكن تكون مختلفة عن أسبابك أو عن أسبابك أو شو ما كان يكون. المهم لما تحس حالك محبط، لما تحس حالك جسمي ما عم بيعطيني أو خلص تعبت، تذكر الشعور اللي أنت إجالك مشان تبدأ. تذكر هذا الشعور، خليه جواتك عشان دائما يكون في هاي النار، الشعلة اللي جواتك اللي تمشيك، اللي تخليك يلا بدي روح النادي، بدي افشخ النادي، بدي ها، عرفت شلون؟ يعني خلي هذا الشعور جواتك. وكل ما بتحس حالك يعني خلاص you're gonna give up، عادي روح احكي مع شخص، احكي مع شخصين، احكي مع الكابتن اللي بالنادي، احكي مع ناس، خلي الناس تدخل وتشجعك. اوكي، لا تحس انه انت لوحدك بهي الشيء، لا تحس انه انت قرفان من جسمك وما في حدا معك. لا، دخل العالم بحياتك، دخل العالم الإيجابية اللي بحياتك اللي بتساعدك انه انت تحسن، سواء من عقلك، من جسمك، من شو ما كان يكون، any aspect of your life. هذا هو الموضوع. يعني في انا I got really fired up لانه هذا الشيء قريب من قلبي، وانا اي شيء بحكي معكم فيه على هذا القناه فهو قريب من قلبي، وانا عشته وانا مريت فيها من بهالمرحله. ولهلا اوقات بيجيني اوقات فترات احباط، بس شو بعمل؟ بالنسبه لي كثير سهل، بسمع غنيه بحمس نفسي بروح النادي على طول. اوقات في اوقات يعني مثلا كل شهر بيجيني يومين مثلا بالشهر بحس ما بدي اتدرب، بس بيجي على النادي برضه، بيجي على النادي لانه بعرف شعوري لما اطلع من النادي رح يكون 10 مرات احسن، فبيجي على النادي. فبفكر بالشعور اللي رح يجيني بعد النادي، مو بفكر بالالم اللي رح يجيني during that period، يعني انه رح اروح النادي ولازم العب صدر ولازم العب ظهر. لا، بروح بقول بعد الصدر وبعد الظهر وبعد الباي رح يجيني شعور عجيب، فبروح على النادي. ف
إذا أنا بحفزكم هذا الشيء كتير بيبسطني، وبتمنى إنه يوم من الأيام أقدر أزور نوادي كتير وأعمل سيمينارز، إنه أحكي معاكم وتحكولي عن مشاكلكم وحاول ساعدكم، لأنه أنا بصغري حبيت جدا يكون في شخص موجود بحياتي يقدر يساعدني، والشخص هذا اللي كان يساعدني أكتر شيء هو أخي إبراهيم. أخي إبراهيم الكبير هو اللي دخلني على النادي، هو اللي ساعدني، هو اللي حفزني. فلاقوا شخص يقدر يساعدكم، يقدر يحمسكم لما أنتوا تنحبتوا، أوكي؟ إن شاء الله يكون هذا الموضوع عجبكم. طولت كتير بالحكي فيه بس عم بحكي من قلبي، وإن شاء الله تكونوا أنتوا عم تستقبلوا هذا الكلام مني، يعني أنتوا you're accepted، لأنه بالنهاية أنا ما بيفيدني شيء إذا أنت حسنت جسمك، أنت عم تحسن جسمك عشان نفسك، فأنت عم تحسني جسمك عشان نفسك. كمان ما بدي هلا البنات تزعل إني أنا دائما بحكي بصيغة الشاب، بس 90% من الناس اللي بتتابعني على هالقناة شباب. فيا إن شاء الله يكون الموضوع عجبكم، إن شاء الله يكون فدتكم. الفيديو القادم اللي بدي أحكي فيه عن الأكل، عن السعرات الحرارية، عن النظام الغذائي بشكل عام. فتابعوني، لا تنسوا تسلخوا الفيديو لايك، تعملوا له شير وتعملوا سبسكرايب شباب، لأنه هذا الموضوع كتير بيفيدني. وشكرا كتير لكم. سلام، عرب جينز أوت. Oh.